ما هو حكم إزالة الشعر بين الحاجبين؟ لا بأس بإزالة الشعر بين الحاجبين للمتزوجة أو غير المتزوجة، لعدم وجود أدلة في الشرع تنهى عن ذلك، ولأن ذلك الأمر ليس طبيعي، وفي بعض الأحيان يكون الشعر بينهما غليظ. نقلا عن فتوى دار الإفتاء، فإنه لا بأس بإزالة الشعر الزائد حول الحاجبين سواء كان فوق الحاجب أم تحته، وخصوصا للمتزوجة التي أمرها زوجها بذلك، لأنه لم يرد نهي خاص في هذه الجزئية، وإنما كانت الأدلة في النهي عن إزالة شعر الحاجب نفسه. إن حكم إزالة شعر الحاجبين هو الحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات. فالنمص هنا هو إزالة شعر الحاجبين وترقيقهما، سواء كان بإذن الزوج أم بغيره، وسواء كان بعلمه أو بعدمه، لأنه يعتبر من تغيير خلق الله المنهى عنه، واللعن يصل للنامصة وإلى التي تفعل لها النمص.